عدنا مرة أخرى مشاهدينا، أهلا بكم. أكد الدكتور فايد محمد سعيد رئيس اللجنة الشرعية للمجلس الأوروبي الإسلامي أن مؤتمر الشؤون الإسلامية يهتم بقضايا المرأة ويعمل على تعزيز مكانة المرأة والتي بدورها تسهم في رقي واستقرار الأوطان، فوعي المرأة يخلق مجتمع صالح قادر على مواجهة التحديات. أهلا بكم مشاهدينا. رسائل العدة يعملها المؤتمر الدولي 35 للشؤون الإسلامية تحت عنوان دور المرأة في بناء الوعي. هذا المؤتمر يشارك فيه العديد من الفقهاء والأئمة وقادة الرأي والفكر الذين يأتون من كافة أرجاء العالم والدول العربية والإسلامية ليشاركوا في هذا المؤتمر لترسيخ مكانة المرأة وتأكيدا على أهمية بناء الوعي للمرأة. يعني معنا مشرفنا الدكتور محمد سعيد رئيس اللجنة الشرعية للمجلس الأوروبي للمراكز والقيادات الإسلامية، أهلا وسهلا بحضرتك. عايزين نتعرف من حضرتك عن أهمية هذا المؤتمر في هذا التوقيت والذي كان يحمل على رأس فعالياته القضية الفلسطينية ودور المرأة الفلسطينية في استمرار الوعي بأهمية القضية لكافة الأجيال المتعاقبة. بسم الله الرحمن الرحيم، الشكر للتلفزيون المصري ولهذه الاستضافة. معكم أخوكم الدكتور فايد محمد سعيد. الحقيقة هذا المؤتمر من أهم المؤتمرات، وقد وفق المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية في اختيار الموضوع، موضوع حيوي ويجيب على أهم قضايا العصر والتساؤلات الموجودة. الكثير من الناس عندهم صورة نمطية عن المرأة المسلمة، وهذا المؤتمر تظاهرة عالمية لإثبات هذه المكانة، فالمرأة شريكة في هذا الدين. بالنسبة للقضية الفلسطينية ودعم وتعزيز دور المرأة الفلسطينية، خاصة في ظل التوقيت الذي تعاني فيه من ويلات الحرب وفقد الأب والابن والأخ والعائلة كلها، البشرية في هذا الزمن تواجه تحديا كبيرا. التحدي الموجود الآن هو أننا عندنا الكثير من الآلاف والمئات الآلاف الذين درسوا حقوق الإنسان والقانون الدولي، نحن نرى انتهاكا صارخا لهذا القانون الدولي وانتهاكا صارخا لحقوق الإنسان. القتل للأطفال وللنساء وهدم الجامعات والمدارس والمشافي، وكل هذا يتجلى في دور هذه المرأة الفلسطينية الصابرة المثابرة الواعية المثقفة المتعلمة المؤثرة. فتحية يوجه لها من هذه الرسالة، وأيضا سبحان الله نحيي صمودها، نحيي موقفها ووقوفها، وكذلك أيضا يجب أن يوجه الدعم لحماية هذه المرأة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينزل شبيب رحمته على أهلنا في فلسطين وأن يكفي جرحاهم. آمين يا رب. يعني دكتور فايد، العديد من الأوراق البحثية التي قدمت من خلال هذا المؤتمر والعديد من التوصيات التي خرج بها هذا المؤتمر، يعني كيف ترى التجارب التي عرضتها الدول المختلفة في ملف تمكين المرأة وأهمية تعزيز وعي وبناء قدرات المرأة في هذا التوقيت؟ أنا سعيد بأن المؤتمر ذهب إلى الجانب النظري، ولكنه أيضا توج جلساته اليوم بجلسة مخصصة للتجربة المصرية في تمكين المرأة، وهذه تجربة جد رائعة. وأنا حيث أعيش في الغرب وفي أوروبا، فيه إجابة شافية لكل تلك التساؤلات التي تطرح، ووصول المرأة وتمكينها إلى أعلى هذه الدرجات، وهذا ما دعا إليه ديننا في مبتدأ الأمر. المرأة في الإسلام كانت عالمة وكانت معلمة، ويدلنا على ذلك ما رواه أبو موسى الأشعري رضي الله عنه الصحابي الجليل، قال: كنا نسأل عائشة عن الحديث وعن الفقه وعن الطب وعن الشعر وأيام العرب. فكانت معلمة ومؤثرة وفاعلة أساسية وشريكة في البناء. فهذا المؤتمر الحقيقة فضلا عن الأوراق البحثية النظرية، أيضا تعرض في إحدى جلساته لدور المرأة المصرية وما قدمته مصر في التمكين، فجمع بين الجانب النظري والجانب العملي. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذه التجارب الرائدة تنتشر في ربوع المعمورة. رسالة أخيرة يا فندم دكتور فايد توجهها إلى
المرأة أولا وكافة الحكومات والشعوب في أهمية بناء وعي المرأة وأهمية دور المرأة في التماسك المجتمعي ونهوض الأمم؟ أي رسالة أوجهها للأم التي حملت وأرضعت وربت؟ أي رسالة أحملها للزوجة التي تحملت؟ أي رسالة أحملها للبنت للأخت؟ إلا أن أعزز وأتقدم بجزيل الشكر لعطاء المرأة، وهي لحظات التجلي والاتصال بين السماء والأرض تكون عند الحمل، حيث ينفخ الله سبحانه وتعالى من روحه، فكل مرأة أكرمها الله عز وجل بهذا الكرم. ليس لي إلا رسالة شكر وتقدير وثناء وتحية، وأيضا سبحان الله رسالتي للجميع هي رسالة الحبيب الأعظم صلى الله عليه وسلم عندما قال لا يكرمهن إلا كريم، وكذلك من آخر وصاياه صلى الله عليه وسلم استوصوا بالنساء خيرا. كل شكر دكتور فايد محمد سعيد على هذا اللقاء، شكرا لكم منا كل الشكر، شكر لمصر أرض الكنانة، مصر الحضارة، مصر الثقافة، مصر الأزهر الشريف.